هي البداية إذن. زهير فضال، كرة طولية إلى الأمام، آيت بن ناصر، حكيمي ينجح في تمريرها إلى حكيم زياش، إمكانية مرتدة الآن، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. آيت بن ناصر يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، تغيير لاعب على الأجناب، حكيم زياش بعيدة تماما عن المرمى، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. كواتس، يلعب كرة بينية، كرة في المساحة الخالية مع فالفيردي، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، يحاول لعب الكرة بالرأس، رومان سايس يبعد الكرة عن مناطقه، تمريرة قوية أكثر من اللازم، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. حكيم زياش، يحاول أن يلعب كرة بينية، يرفعها داخل ال 18، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة، يلعب الكرة البينية، قطع مسافة كبيرة بالكرة، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، عدت الكرة، سواريز، صافرة نهاية الشوط الأول. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم، تسلل موجود. حكيم زياش، فالفيردي، خسر تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. زهير فضال، بنتانكور، فالفيردي يتعثر ويفقد توازنه، كرة طولية في المساحة الخالية، مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل،
لعبها طويلة، لمسة في المساحة الخالية، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يبعد الكرة إلى بر الأمام، ضربة من آية بن ناصر، خيبة أمل كبيرة على إضاعة فرصة قريبة من المرمى. سيطرة غير عادية على الكرة، كنترول جميل، استقبال جميل، وبعد ذلك يبحث عن فرصة من أجل التسديد. بنتانكور، فالفيردي، وهذه رمية جانبية، يلعبها لمنطقة الخطر. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ آية بن ناصر يحاول تمريرها من بين المدافعين. فالفيردي، لويس سواريز، كافاني، الكرة ملعوبة من مسافة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعبها إلى الأمام، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يلعب رمية التماس، أوروغواي يحاول إيجاد حل، تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة، الدفع بلاعبين في وقت واحد، يستعيدها فالفيردي، بنتانكور يمر يلعب كرة بينية، الحكم عنده رؤية ممتازة، بطاقة صفراء بسبب التمثيل، رائع الحكم، رائع الحكم في اتخاذه لهذا القرار، تحايل يجب أن يتم التعامل معه بحدة لكي لا نراه كثيرا. آية بن ناصر، المغرب يحاولون، يتقدمون، يهاجمون، هل ينجحوا في أن يسجلوا قبل لحظات من النهاية؟ جودين تلعب الكرة إلى الأمام، لمسة بينية، كرة عرضية، فرصة هجوم معاكس، انتهت المباراة إذن، بقي ركلات، أظننا استمتعنا بهذه المباراة، أداء كان عالي من الطرفين. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح، تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. أول ركلة سينفذها نور الدين مرابط، لقد حاول توجيه الكرة وسددها لكن بقوة أكثر من اللازم، يتقدم بثبات،
Thank you.